الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده رسوله وصفيه من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، الله تبارك وتعالى وحو أسودتي قرآنك هي كتبتي كهر ريسيبة رسوشنا أسود ربي تبارك وتعالى ابن آدم كإن لها قاتيو أما تشنكي إنسيك إن لا إصلاحيو لها قاتيو هقاتينتنا وحي كباللابتها إن قلوبتا لا إصلاحيو لها قاتيو لأن قلبك هقاق جيسو وهقاق حبنها حبنها هقاق الدودنا وهقاق الدنولوشا قلبك فساد كيسا إنو هلابو وحبنه إني لها اللابان الرعان هذي حبنه اللابان ونلشيه هلو ضيوع وحتى المام يا حديث النبي صلى الله عليه وسلم رسول كليه ألا وإن في الجسد مضغة جدك وحا كتر حب ير وهل مر أفكر لقلين كرو لعلين كرو حب كاسي هدو هقاقو حبنها كلنا وهقاقيا يعني. هدو هلابنا حبنها كلنا وراعيا وهلابيا نبي محمد صلى الله عليه وسلم ألا وهي القلب وقلبي قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا سدرات ديد با الله تبارك وتعالى الشرائع دو سود تشيي ميشا أي فوكس كي حوقي أي حوق ساري سوحو أها إن قلبي قال إصلاحيو وقلوب تآدمها لهاكاتشيو كدي بن نولوشو سيدا كوهاكاتشيو قلبي قو وميش الرب تبارك وتعالى حرون سقو تلك حرون تيساء يا هدنا الرب تبارك وتعالى ميشو أدون ككفيري وقلبك هقاقي سي هلوقي سي وحا كتشري ميش إلهي وأدون ككلا حساب تمو وقلبك يوحو دلو نبي قال نوحو ليه صلوات ربي وسلامه عليه ألا مفيريو تلكي إننا مفيريو مدبدي إننا مفيريو حوجة على هذا هاي يقتال كاجة يمدب كاجة يصور كاجة إلهي أنت صحبه وما قيب سنا لكن الله وحفيريها قلبي كاجة هي وح قلبي كرشة وعمل كاجة حب كله فيرنا وقلبي هي وح سو أمره وحبنه فليان وسميان وعمل كاجة أنت صار بفيرنا يا تبارك وتعالى قلبي جوا ماشى إيمان كدقه الله كعبسك وقاله مركو أي إصلاح إيمانك إي الله كعبسك علمك إصلاحينا حبناها أي فرينتا أقد بها وكان النبي قال الله صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا الله كعبسك وهلكا قلبك أي مركو هوري عبسك وقشا إي الله كعبسك كدبنا حبناها أي لقاتا إي نولش إنت هذا كلام قلبك وماشا ابن آدم كفتنوين كمريع أما هالنقدين فتن كشهوات كأما الشبهات كفتن كبني آدم كماشى الله بندقى يوا قلبك نبينا وحليه صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب فتنوين كوحى الله بندقى يا قلبي يا كركودا سيد الدرينتا لا مها أي ككوبنت هي سد بيالان وتحيهين وكله سيدا سا فتن تحن وسدبيالا قلبك بني آدم كالله بندقى يا نبي وحور تلمامي صلى الله عليه وسلم قلبي يدا مركا فتن كاللوبان ديقى اللبين نقونيا قلبي فتنة عباه او اقبله او قاته كدب نمدو باده ايا قلبي مركي فتنة دي شبه دي الشهوات كي كسو بحان اللوبان ديقى ديدة او انكرا او كحجي موضو طفوت ديدة او طورة لبدا قلبي بين نقونيا ابو نبي صلى الله عليه وسلم كهره وقلبي مذوبادي او فتنكم مذوبيين او حدمي او سيدي نبي كتل مامي صلى الله عليه وسلم سيدي كوب للرغي او للجنبيي او كلا شركي كتشري قال لماذا يا معصيدي حمانتي كتشرتين كبحي ميسو وناقنا ميلو كقل مالي وكوب رقم دي واي او لدبق دي مذوبادي افئي قشن كبوح قلبنا وقلبي عدب النبي صلى الله عليه وسلم وكافت نذا الطفية الديدي وعدي هيو ودلاليا
dhagax sibsib ah oo kalena waa la mid xagga adayga uu iimaanka iyo caqiidada wanaagsan iyo khayrka ku adag yahayna waa sidii qalbi yani sidii dhagax adag oo sibsib oo kale wax nabigu sallallahu alayhi wasallam labadaasay quluubtu noqonayaan markii fitanka loo bandhigo buu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam qalbiga marka fitnada cabayay marka dambe khayrko dhan baa ka xidhmaya garashadii aqoonta dhan baa ka xidhmaya maslaxadii baa ka xidhmaysa wuxuu noqonayaa buu nabigu sallallahu alayhi wasallam mid aan kala garanaynin wanaag iyo khayr aan kala garanaynin waxa naftiisu rabto keliya unbuu arkayaa xumaantii iyo wanaaggii waa isaga qasmayaan munkar iyo macrifo kala garan macruuf kala garan maayo shirki iyo towxiid uma kala saarmayaan xaq iyo baatil kala sooci maayo wixii naftiisu jeceshahe rabo ayaa diinu oo ilaah u ah halkaasuu maraya quluubta waxaa ka keenaya halkaasi waa fitanka ku soo dhacaya ee faraha badan ee isdaba yaalla natiijadaasi ka soo baxaysa sidaas daraaddeed ruuxu waa laga maarmaan inuu qalbigiisa ka warhayo inuu ka dadaalo inuu la tacaalo inuu daaweeyo inuu muxuu ahay uu mar walba wixii islaaxinaya hagaajinaya kula dadaalo wixii dhibaato u geysanaya fasaadinayana uu kala dadaalo ka ilaaliyo maxaa quluubta islaaxiya way fara badan yihiin dhowr qodob qodobka koowaadi waxa weeye iimaan saxa iyo caqiidada ruuxa u hagaagta allah tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay qur'aanka kariimka ah qalbi bakhti ah oo iimaan iyo caqiida aysan gelin waa ka gaalka iyo munaafiqa qalbiga maadada noolaysaayo waa iimaanka iyo caqiidada saxda wey awa man kaana maytan fa axyaynaa bakhti weye qalbigiisu sidaas daraaddeed baa rabbi tabaaraka wa tacaala macno kaleeto ku tilmaamay innama almushrikuuna najas gaalada waa nijaaso quluubtooda nijaasa caqiidada ku jirtay mabda'a nijaasa laakiin ruuxa muuminka qalbigiisu waa taahir waana nool yahay waxaa rabbi ugu daray tabaaraka wa tacaala qalbigu markuu noolaado inuu iftiin siiyo wajacalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas iftiinka iimaanka iyo cilmiga oo uu xumaantiiyo wanaagga u kala saaro u kala caddeeyo midda labaad iyo qodobka labaad ee quluubta islaaxiyo hagaajiyo waxa weeye iimaanka kadib waa cilmiga iyo aqoonta diinta jahligu waa mugdiga quluubta iftiinka quluubtuna waa cilmiga iyo garashada inuu ruuxu allah yaqaano sifaadkiisa iyo asmaadiisa yaqaano waxdaaniyadiisa yaqaano sharcigiisa yaqaano qur'aanka fahmayo cibaadaadkii u saxayo u cilmiyaysan yahay ruuxa marka qalbigiisu cilmi galo qalbigu waa salaax iyo wanaag buu helayaa baynamaa jahliga iyo garasho la'aanti iyo aqoon darradu ay quluubta fasaadiso sidaas daraaddeed baa waajibka ugu horeeya ruuxa muslimka ku waajiba waa cilmiga iyo garashada awalu waajiba cala alcabdi macrifatu rabbihi inuu rabbigii yaqaano siduu u caabidi lahaa yaqaano sharcigiisa inta waajibka kaga agaranayo qodobka saddexaad ee quluubta islaaxiya ee hagaajiya waa qur'aanka kariimka ah fahamka macnihiisa iyo akhrintiisa iyo dhuuxiddiisa saas daraaddeed baa rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay shifaa lima fi suduur ya ayuha annaas qad jaa'atkum mawcidatu min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduur waana idiin timid xagga rabbigiin idinka timid iyo laabaha cudurrada ku jira daawadoodii baa idiin timid daawadii waxa laabta ku jira shirkiga ku jira nifaaqa ku jira xasadka ku jira xiqdiga ku jira islaweynanka iyo kibirka ku jira cudurrada qalbiga gara daawadoodii way idiin timid waa qur'aanka kariimka abu rabbi ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaa intuusan jirka daawo u noqonin oo lagu daaweyno qur'aanku quluubtu daawo u yahay naftu daawo u yahay qur'aanka daawadiisa waxaad heli kartaa markaad macnihiisa fahanto oo adoo macnihiisa dhuuxaya aad akhrido ood qur'aanka aad la saaxiibto markaasaad daawadiisa helaysaayo quluub qalbigaagu ku daawoobayaa cudurrada ka saaraya afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluhaa quluubtu waa laba buu ilaahay ka dhigay qalbi qur'aanka fahmaya oo macnihiisa dhuuxaya iyo qalbi xidhan oo quful saaran yahay labadaa mid waaye qalbigii aan qur'aanka fahmaynin bimacnaa waa qufulan yahay waay macnahaasay ayaddu tilmaamaysaa
سيداس تردد قرآن كمعنيه صلى برتو أو لا فهمه ولا أخريه وداود قلوب تا إصلاح سك وبات واحد وحكم إذا داوين كقرآن كإصل قلوب تا إصلاحية هي مواد لو إصلاحية وحكم إذا سيدو كله وقرآن ك يعني وحوي صور راعية إن أدون كود دهلو إلهي تبارك وتعالى ذكر جيس قرآن هو ذكر ربي أذكارتك لعربك يا قلبك إلهي اللي قحص يقول قلوبك إصلاحيا ألا بذكر الله تطمئن القلوب قلوبك وحي كدكتا ويكو حسشا وإلهي ذكر جيس تبارك وتعالى ما حسليو وحي إلهي تشرك حسليا قلبك ما حسليو قلبك وحي كحسلا وإلهي ذكر جيس ووحي ربي وعربك إلهي حصى وقلبك ربي تبارك وتعالى حصى تاسا يا روحا قلبك سحسلسا قلبك مركو حسلنا نولشا حسشا روح دري وحو دريم يا راحة يا حسلوني أدونك وحو دوني هكو قبو أسقو تشرن وحنون سنيا أو قطن أو قاتشيسن أو أومن أو رفاتن أو نبت قليا حيسنين أو ظروفتي الدنيا دو كوكولنتي أيها دنا قلبك سودكين هو حسلوني هاي ما حكيني لأن قلبك وحو كحسلو يوحو تشركو كحسلو الله بيكالتاك ألا بذكر الله تطمئن القلوب وحيالها قلبك إصلاحي وحا كم إذا سيدو كالي ونبي قال إنو شيخ صلى الله عليه وآله وسلم دعا إنو أدونك مروى البدرين سنادو عبسين قبو قلبك إيسا إنو الرقمدو للرقو نبي قال دعا دي سوحا أبد نانجرت صلوات ربي وسلام عليه إنو إذا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك الله قلوب ترغرغو قلبي جيجي الدين تكسك الله قلوب ترغرغو قلبي جيجي الدين تحقي ذي خيرك أليحي إلى الصحابة إلى الرسول كإلهي ودعاء أمبات بديسا ميان نوبة قيسا وانكو الرميني وحا الله تميد حق أهانا وان رميني أذيك أنا وانكو الرميني ميان نوبة قيسا من نبي حول صلى الله عليه وسلم هاوا إذين بقيا محايا إلي أدوم هذا قلوب تود وحي كتيران لما فرضوا إلهي فريسة كم إذا نحضوا هذا سيدوا الدونوا إلهي أرق رقا تبارك وتعالى سيدا استرادد هدين نبي صلى الله عليه وسلم وقلب جيسا دعا داسي وبدين يو إله قلب جيسا سب إنك حقين شوك نمرت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ثباتك إيا قلبك أو خيرك إنو كسوك ناظو أرين إلهي بحيوه تبارك وتعالى الله وقلوبتك عانتك وإساقان مامولا إن أدمرك ربك أبريدو وقلبك أبقضو نبي با أمدي سأبقي صلوات ربي والسلام عليه دادك أولي هاوان إذين بقيا وصحابة سيوه وخيار هذه الأمة أمدن دادك أو خير بنا أو قيمة بنا أيو ليها النبي صلى الله عليه وسلم إذين بقيا سيداس دراد يدبو أبرا يا دعاء النبي صلوات ربي وسلام عليه وحي لها قلوب إصلاحية وحا كمدة إن لقفوا قادوا ذنوب تأيي الدنبية ذا لقفوا قادوا بحي لي دنبية وحي لها قلوب مذوبية نبي قال نوح لي صلى الله عليه وسلم أدوانكو مركو الدنبابو أو خلط قلو قلبي قيسة لبيع مذوبة كرلتا حديقو كان نقضو كتوبت كانو لبيع دي والا تيريا والا قصفين يا قلبي والا قصفين يا هدو سيدن بيجي كن نقضو سنكسو الله بنينو كتوبت كانين وحو نبي صلى الله عليه وسلم لبيع دي والا سيادين يا هدنا توكالا لغو سيادين يا إلا قلبي سوردن أي دبوشور لبيع دا مدو أو إساقو أوردن قلبي سوحمان يدحل يوسخ أي دبوشور تانا وحو النبي صلى الله عليه وسلم ومعناها إلهي أكوشيك آيات القرآن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون قلوب تاذا هدي أي حمانتو دبوشنا بسوي وحبك لقرن ميس وادين دلاء ذا وحمك لقرن يسيد وحكومك لعدا شيد كاد مريسي محوية مفيعية هاي حقي ورن باكاده سومية مالحن بالولاء هذي شياطين تا قلوب تاذا محوية الدقيسة ويكدو في سنيان آخر ذي أدون كأجب ويكسي كنيان وحامه ممرك ولا دمبابي شك ملها دم بيجي أسبابتي سمركه ركت حدر وكفجو حديثة عاد كل عضو هيسكوها المامن أنا كفجانين هسي وذن أدو أقينو دم بيها هسي وذن إن التوبة كير بحيل التوبة دوحي كم توحي لها قلوب إصلاحية أدون كمركو التوبة كير إلهي قلبي يسويه قاري ولو كهجات كنيان تحشي يمذوقي وسخري قاعده ولا جه قاعدين ولا جه نقيا حديث لكن دم بيجا أصي وتوصي وتوكسيدا إما
ومحو أهاي مركزي وحوي وحرنا يا حالة النبي جانو تلمامي صلى الله عليه وآله وسلم وحيالها قلوب تا دحلية حمية وحكم إذا فسادية إصلاح إذا الله دجال ما لون بهين آدي أدلو قت حدره الدنيا ضل إسرائيله إيه صدق له تجيري ذا إيه آخر الله المامو إيه صدق له يدي ديل دير أو وتسين نولان دون تا أو جيري ذا الله المامو آفات فربنا بتشرو قلوب تفسادية أو كينا أدونكو إنتو إسهل مامو أسوى إسهل ما إنسان مركا إني جيري ذو كت ما دو كتبنا خاتمهم أو كل إنت والعياذ بالله أي نكد دال مركا أسباب تا قلوب تا إصلاحين إيسا وحي قلوب تفسادين يا أنكفوا قانو شرك استاء أو أدولك كأركيسو آدمه صمين يا وحك إيمان يا قلوب توضح الله ذي وناك استاء أو كونك كرد عي آدمه صمين يا وحك إيمان يا قلوب تبا إصلاح ذي قرت قلوب تنو إصلاح ذي إلهي أرمه نو إصلاحين يا نلاش هجاجي والنظام كهجاجي والدولة هجاجي والنظام كهجاجي وإسبدل با إيمان وأبارها لقبحي وبرواقة إيمان وعلادة تجي وقبيلة لقد وابي ومن نما إيمان وهرمر با إيمان لكن حجابه قبل لو ذا قلوب تو حجاك تو إصلاح هذا بلشد مركي قلوب تادو إصلاح ذا إلهي تبارك وتعالى أرمي هذا وإصلاحنا يا وحي لماش الرب فيرنا يا تبارك وتعالى إن قال لك ما يوهلك إستقاوي أي نكد ذا لقلوب تاين إن إصلاحنا كدي بن نولش إن يحبنه إنك له سي إلهي وإصلاح يا تبارك وتعالى صل وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وأقيم الصلاة.